لو قالوا لك تختار بين الكابتن حسن معطوق والكابتن احمد زريق، مين بتختار وليش؟ هلا اثنيناتهم بحبهم كثير يعني، كابتن حسن معطوب بالمنتخب بختاره وكابتن احمد زريق بختاره بالعهد. لا ما فيش اختار بيناتهم. بدنا انه للعب معهم. بدنا للعب. انت كيف هو السؤال رجع؟ يعني تختار بين الكابتن حسن او الكابتن احمد؟ هلا انت عم تحطوني. ليك بقول مع الكابتن احمد عشان لعبت معه بنفس الفريق واخذت بطولات معه. و هلا احنا بنعرف قديش في علاقه كثير قويه. صح. لا كابتن احمد زرق يعني بحسه كخاي وكصديق، واول ما جيت على العهد كيف استقبلني وكان اسمع اخبار قبل ما اجى على العهد كثير، بس لما شفته شخصيا وكيف انا وياه صار في كيف بيقولوها كيمستري بيناتنا، كان هذا الشيء حلو يعني.